رأفت تهاني عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجب، لطفي بيضا راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان، قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيته يقول له أنت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك طيب. أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت، اتفضل امشي من هنا. أمشي وأسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب أرحب بيهم حتى، إحنا برضو ناس بتفهم في الأصول. يا رأفت! تهاني! يلا! طلعوا برا! محسن ده المفاجأة الحلوة دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 معقولة، ده رميت عيالي النهاردة يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي أمك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعة السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة أخرى، وعملت إيه؟ أبداً، جت استلفت من أمي. يلا برا. برا. طب ثانية واحدة. برا. ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا، امسك دي. صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي؟ ايه بقى؟ لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومتين. مليار ومتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جايلي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجه دي؟ احنا معانا شريك ثالث في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه 1,200,000,000؟ ما يفضلش منهم ولا مليم، كنا عملنا الشركه المهببه دي ليه؟ يا مهجة هانم احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفه، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عموله البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع يا يقول لنا اتغيرت عليه انا زعل.
أولع، ما هو كل ده عايزنا أرضي أتكة فربانكة التيتا توتا تيتا تاتي. أنا كان مالي ومال الغلب ده، واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، أنا ما بقتش طايق أعيش فيه. ما تسيبه يا أخي، وتغور في 60 داهية. ارفع قضية سب وقذف، شوف بتقول له غور في 60 داهية، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شوية وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل. طيب اسمع، أنا اللي حاسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وأنا شاري. إيدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخد أنت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا أخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليل على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر. هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هاني من النشار، دي فرصه سهيه. اهلا وسهلا. اهو في العصا دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص لواحده زي دي؟ تعالى يا فندم، تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد هنا، اتفضلي اتفضلي يا هما، قبل ما تتفرجوا على القصر. على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش. أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش. دي أوضة، أوضة إيش حالة، ما كنتش هتجوز في أوضة. دي أوضة في بيتنا، هي أوضة في بيتكو؟ وبعدين أنا أبويا وأمي قفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبة موجودة. طب ومولة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولة السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر، وكل شوية ادفع عرافة تدفع عرافة، هو في حد فيكم بيدفع حاجة؟ الست مننا لما بتبقى وحيدة نفسها بتتسد عن الدنيا خالص. وحيدة؟ وحيدة زي هانم؟ يا رجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخدة بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالهالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيعي الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته، ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه. لا اله الا الله، انا اتشددت ليكي من اول ما دخلت باب الفيلا. عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط، الضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه، ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجه؟ مهجه؟ مهجه مين؟ مالك يا ولادي؟ قول لي بقى ايه رايك في القصر، عجبك؟ عجبني، ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبه القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك، اتاري حبك هلاك.
عطيات انت بتعمل ايه يا راجل انت؟ بعمل لها تنفس صناعي. اصل كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك ايه؟ اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته. خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته؟ وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها. ولا ايه يا نبيبي؟ HMAA Group.